التلامس اللي حصل بنقول عليه، عايز ضربه جزاء، بنقول عليه نوت انف، مش كفايه احتساب الركل، يعني اللي الشد والجذب ده الخفيف ده لا يمكن احتساب ركله جزاء، وبالتالي استمرار اللعبه كان قرار صحيح. يعني هو اتكلم اتكلم في ثواني مع حكام الفار، لازم تراجع بتشيك كل حاجه بتشيك، بس بيتكلم يعني انجاز. وان كان النهارده كابتن جهاد حسيت انه الفار كان بيطول شويه في بعض القرارات، بتطول في الحاجات اللي المؤثره اللي تخاف منها زي الهدف. لان لما طلعت لها نتيجه ان هدف، انت بتتكلم في دقيقه حاجه و80، فهي تخاف تكرر على ثاني وتكرر ثاني، هنشوف الهدف نوصل الهدف يعني. يلا فدي استمرار اللعبه كان قرار صحيح، مفيش اشتراك في الجزاء موجوده في اللعبه دي، وقرار الحكم كان قرار صحيح، ومراجعه صحيحه من حكم الفار. الهدف ده طبعا اللقطه الاهم في المباراه. صح. طبعا انا يعني قبل ما نرسم الخطوط، الرجل المتاخره دي اللي مغطيه، وبنرسم الخط من كتف امام عاشور اللي هو النص الكم زي ما بيقولوا، بننزل على الارض بخط بمسقط راسي على الارض، والرجل هناك اللي بتاع الزمالك دي بنرسم منها ويبان الخطوط معانا. التمركز بتاع المساعده هايل، يعني شوف التمركز، يعني ما تاخدش القرار في اللقطه زي دي، هي خدت طبعا قرار تسلل وقرار خاطئ مع ان تمركزها صح. بس لعبه من اصعب اللعبات اللي ممكن طبعاً نتكلم فيها، يعني دي في بطولات كبيره ممكن تتحسب، ما تتعاقبش عليها لو غلطت لها غلطه زي دي في بطولات كبيره، ما تتعاقبش عليها لان اللعبه صعبه جدا. طبعا شوف قلت لك هو خط راسي من نص الكم بتاع امام عاشور، ده اخر حاجه ممكن يجي يحسب بيها هدف، هو نص الكم اللي موجود في امام عاشور، ونفس الكلام الخط الازرق من رجل المدافع وبالتالي متغطي تماما، الايد اللي راح الخط الازرق دي ما لا يحاسب عليها امام عاشور، وبالتالي بنتكلم على هدف صحيح تم احتسابه، وحكم الفار في اللقطه دي تبقى نجم في المباراه لان حسب هدف صحيح. بالمناسبه طاقم التحكيم عمل مباراه محترمه. صح جدا. صح جدا. لا صراحه انا زي ما قلت كنت متخوف، ظروف الماتش واحداث الماتش ساعدتهم، يمكن زي ما انت قلت الاداء الفني ما كانش احسن حاجه، الناس ما كانتش مهتمه بالتحكيم، الحكم الاجنبي برضه بقى عنده حاجه مش موجوده عند الحكم المصري، وان كنت اتمنى يبقى حكم مصري موجود في الماتش النهارده. وانا كمان حقيقه كان هيبقى نجاح كبير لتحكيم مصر. خد بالك الفار بقى يسهل الدنيا، والتصوير هناك كمان حاجه هايله، فعرف اشوف فكل التفاصيل بتشوفها. صح. فلا كان هيفرق كتير جدا لو حكم مصري، لان فعلا زي ما قلت يا كريم برضو ان الدعم للحكم المصري مش ان انا اكرمه واديله درع. صحيح. الدعم للحكم المصري ان يجي ماتشات زي كده اعمل شغل للحكم المصري، اقول يا جماعه انا عندي حكم مصري دي الماتشات دي، فبالتالي الحكم المصري ده ممكن يروح ابعد مكان في كاس العالم. ده مهم.